احسن الله اليكم ايضا هذا يسال يقول اذا خرج الانسان من العمليه وخصوصا في رمضان وهو في البنج لمده يومين ولم يصلي هل يصليها جميعا وصيام الايام اليومين كيف تكون ماجورين الصلاه يصلي نعم بالترتيب يصلي اليوم الاول خمس صلوات مرتبه ثم يصلي صلوات اليوم الذي بعده مرتبه وهكذا. وبقيت السؤال. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للصوم اليومين هذه هل يصليها؟ الصوم يقضي نعم يقضي اذا كان يقدر على القضاء يجب عليه القضاء ولو تأخر يجوز تأخير القضاء الى ان يستطيع نعم.